يسأل ويقول: بالنسبة للعبد الصالح الخضر، هل هو حق يرزق؟ وما هو موطنه الحقيقي؟ وهل فعلا لم يحج إلى بيت الله الحرام حتى الآن؟ وإن كان كذلك فمتى سيحج؟ بارك الله فيكم. الخضر عبد صالح من عباد الله، آتاه الله عز وجل علما من لدنه، علمه من لدنه علما، وذهب موسى عليه السلام إليه، سافر إليه وارتكب المشاق والصعاب ليتعلم مما عنده من العلم، وهو كغيره من البشر أدركه الموت ومات، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل ماتوا، فكيف يبقى الخضر؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهذا لم يثبت أنه حي، وإنما هذا من أقوال الجهال والمخرفين. ولو كان على قيد الحياة لوجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، فلا يسع أحد يكون حيا وموجودا على وجه الأرض إلا يؤمن به. ولم يرد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وشهد له بالرسالة، فدل على أنه ميتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة الحج صالح، هذا من الكذب الذي ما أنزل الله به من سلطان. اللهم استعان.